لم كن قانعا تكن أغنى الناس. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. مرة أخرى أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى ساحة القرآن الكريم والتلاوة الآن لأحد شباب القراء بمصر والعالم الإسلامي، صاحب الأداء المتميز في الحكم والنغم والصوت، والذي نشرف به أنه من أبناء محافظة الشرقية، علم من أعلام قراء مصر والعالم الإسلامي، القارئ الخلوق فريد ضياء محمد فريد، يتفضل مشكورا. القارئ والمقيم بكفر الشيخ سالم مركز هيا، يتفضل مشكورا. ليمتعن بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أن سعيه سوف يرى، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزى بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أضحك
ضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن الأخرى يا رب يا رب يا رب وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما يا رب اصلح حالي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا
هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها بأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. هذا نذير.
لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وامتدادا لهذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة، عشنا واستمعنا لصاحب الأداء المتميز، علم من أعلام قراء مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ضياء محمد فريد، القارئ والمقيم بكفر سالم مركز هي محافظة الشرقية. شاكرا كل السادة الحضور الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء الكيمياء المحترم الأستاذ خالد البنا، حق سعيد أبو عطر، والأخ حسن عدس أصحاب الفضل والوفاء الذين حضروا إلى هنا مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء. أشكر قصر الفراش المتميز على مستوى مصر بصاحبه الحج بيض أبو عبد الله وأخيه طلعت. أما أشغال الإنارة المتميزة الحج محمود علي تحت إدارة المهندس أحمد محمود ومع
محمد محمود. نقلناها لكم عبر كاميرات المبدع المهندس ناصر صلاح شارع وادي الدين، الهندسة الصوتية المصنفة منتقل الإذاعات الخارجية لصاحبها الحاج محمد الخولي تحت إدارة المهندس أحمد الخولي. واجب الضيافة في هذه الليلة البوفيه الدولي تحت إدارة المتر إبراهيم حسن مشتول القاضي. أيها الإخوة المؤمنون.